يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. فقرتنا الحواريه الاولى هنتكلم من خلالها عن دور الرياضه في التوعيه بالقضايا المجتمعيه وكمان في الاحتفالات بالانتصارات المختلفه. مؤخرا اقيمت فعاليات سباق المراكب الشراعيه كرساله توعيه لكل الشباب وايضا للاطفال على اهميه نهر النيل وعلى ضروره ان احنا نحافظ عليه من التلوث وكمان الاستفاده منه وحمايته من الهدم. كمان كان الهدف من السباق او من هذه البطوله بشكل عام الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر. هنتكلم اكتر عن هذا الحدث الكبير مع دكتور خالد شريف وهو رئيس نادي يخت القاهره. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. نورنا في 10 الصبح في الاهلي. ونبدا بالحدث اللي احنا شفناه ده، يعني نتكلم عنه اكتر والهدف من وراه كان ايه. تمام. الحدث اللي احنا شفناه ده بطوله زوارق شراعيه في طرازين، طراز منهم مصري بحت اللي هي قوارب طراز نايل، وده نوع من المراكب اتعمل في مصر من العشرينات القرن الماضي وكان اندثر فتره كده وبعدين نجحنا في اعادته الى الحياه مؤخرا. والطراز الثاني طراز خاص بالناشئين اللي هو طراز الاوبتيميست. البطوله دي كانت اتعملت بعد استشهاد عقيد طيار زكريا كمال، وده كان احد ابطال رياضه الشراع في النادي وفي مصر بعد ما استشهد في حرب 73، وكان اول طيار يستشهد في الحرب لان هو كان قائد السرب بتاع اول طلعه استشهد فيه هو والشهيد عاطف السادات بعد ما ضربوا مطار المليز وفي طريق الرجوع استشهدوا. فكان وقتها اداره النادي قررت انها تقيم هذه البطوله تخليدا لذكراه. استمرت البطوله دي فتره من الزمن وبعدين توقفت زي ما حاجات كتيره وقفت. احنا جينا في مجلس اداره في نادي يخت القاهره السنه اللي فاتت قررنا ان احنا نعيد هذه البطوله للحياه بهدف اولا تذكير الناس والشباب بانه ده انتصار. اللي حصل في 6 اكتوبر ده انتصار، وانتصار تاريخي ومش لازم ننساه. طبعا الناس اللي كانت في حرب 6 اكتوبر دي ناس عايشه معانا وكانت عايشه في وسطينا، منهم ابطال رياضيين كان موجود في النادي ولازم نفضل فاكرين الناس دي. فكان الهدف ان هو اعاده الذكرى او اعاده احياء ذكرى الشهيد والاحتفال بالانتصارات بتاعه اكتوبر. السنه اللي فاتت اقمنا اول دوره وكانت المشاركه فيها لسه محدوده يعني. السنه دي الحقيقه اخذنا بعد تاني خالص، اشترك في هذا السباق 44 قارب منهم 33 ناشئ فيعني او يمكن اكتر كمان، فكانت الحقيقه احتفاليه ضخمه جدا. السنه دي برضو لقينا انه تزامن الوقت او توافق وقت البطوله مع احتفالات اسبوع القاهره للمياه. اسبوع القاهره للمياه بتعمله وزاره الري للتوعيه باهميه نهر النيل وبضروره الحفاظ على النيل كمصدر لمياه الشرب، ومش بس مصدر لمياه الشرب، هو كمان مصدر سياحه، لازم نحافظ على نظافته، لازم نحافظ على سريانه، لازم ده نحافظ عليه كجزء اساسي من حياتنا. ودي مهمه التوعيه او يعني الغرض كان من التوعيه اللي احنا عملناها في الغرض المشترك ده يعني. طب احنا معانا تقرير، بما ان احنا فتحنا بقى الموضوع ده، ايه رايكم نشوفه ونرجع نتكلم؟ والله الشباب انا بقول لهم بلدنا جميله، فيها شغل كتير بيتعمل، فيها مشاريع كتير بتتعمل، هم يساعدوا في نشر الايجابيات والسلبيات ينقدوها برضو، علشان النقد اللي هو يخلينا نصلح، يبقوا عين للدوله على السلبيات، يبقى نقد يخلينا نشوفها ونحسن. ودايما احنا في مشروعات كل يوم بتتعمل لحمايه الناس، يعني في مشروعات الميه، في مشروعات حماية من السيول، حماية من التغيرات المناخية، إدارة المية، حماية من الفيضانات، إن احنا نوفر المية لكل الناس. كل دي حاجات لازم نشوفها ونبقى عارفين بيها. الدور الثاني اللي هو ترشيد بتاع المية، ده مهم على كل مصري إن هو يتناول موضوع الترشيد. مجلس الإدارة في النادي هنا أنا بحييهم كلهم لأن هم عملوا مجهود كبير قوي في تنظيم الحدث ده. كاس شهيد زكريا كمال ذكرى قديمه ابتدت بعد استشهاد الوالد سنه 74، وتم
إعادة إحيائها من السنة اللي فاتت 2019. 2020 بيشرفنا معالي وزير الري الافتتاح البطولة. النهاردة في البطولة نازل أكبر بطولة حصلت في مصر في الشراع، نازل نوعين من المراكب، أوبتيمست ده للشباب الصغير وهم دول اللي بيعملوا الستارت ورانا دلوقتي، وبعديها الكبار هينزل مركب النايل وهي مركب خشب مشهور متسمية على اسم النيل، موجودة من أيام الاستعمار الإنجليزي في مصر، وهي مركب بتستخدم من الخمسينات في مصر. أنا مبسوط بالسباق ده معمول عشان جدي الشهيد زكريا كمال. طبعا صور جميلة جدا ومبهجة جدا، والحقيقة إلى جانب طبعا يعني الأهمية المزدوجة ويمكن أكثر من مزدوجة كمان لهذه الفعاليات وهذه البطولة، فكرة التعريف بشهدائنا وبأبطالنا بانتصارنا المجيد في أكتوبر، فكرة الأجواء التنافسية الرياضية، كل ده شيء جميل. بس أنا عايز أسأل حضرتك، إلى أي درجة ممكن النوع ده من النشاطات والفعاليات يؤتي ثماره فيما يتعلق بمسألة تعريف الأجيال الأحدث أو الأجدد أو الأطفال والشباب بالموارد اللي موجودة في مصر، وطبعا في مقدمتها نهر النيل؟ ده مش مجرد عنصر أساسي في الحياة المصرية، ده اللي قامت عليه الحضارة المصرية، فممكن يبقى له رد فعل وصدى عامل إزاي؟ طبعا هو طبعا الأطفال أو الناشئين لما بيجوا يبتدوا يمارسوا، أولا المنظر اللي كان موجود في اليومين بتوع البطولة جذب عدد كبير جدا من الأطفال والكبار إن هم يسألوا إيه الرياضة دي وإزاي نمارسها وكده. لما بيجوا ينزلوا بنبتدي نعرفهم على مش بس المركب وزي استخدامها، بنبتدي نعرفهم على أهمية الحفاظ على البيئة اللي احنا بنمارس فيها الرياضة، وأولها نهر النيل طبعا. بنعمل على مدار السنة حملات توعية وحملات تنظيف بيشترك فيها اللاعبين وبينزلوا ينظفوا معانا النيل، وبنعمل المجهودات بتاعة الحفاظ على النيل، بندي بتبقى تعليمات الإبحار ملتزم فيها اللاعب انه ما يرميش حاجة في النهر، لو لقى حاجة ممكن يشيلها بيطلعها، بحيث ان احنا بندخل تدريجيا مع ممارسة الرياضة الحفاظ على النهر اللي هو البيئة اللي احنا بنعمل فيها. لو النهر ده حصل له حاجة ولا بقى غير قابل للنزول فيه مش هنعرف نمارس هذه الرياضة، فهي بتيجي بالطريقة دي يعني. طيب مهم قوي ان احنا كمان نسال حضرتك عن فكره هنا السياحه يعني طبعا. حضرتك بتتكلم على نهر النيل، حضرتك بتتكلم عن حاجه يعني عظيمه جدا، يعني هقول ايه، ما فيش حاجه تتقال عن نهر النيل، حاجه يعني ممكن من خلالها ان انت تروج للسياحه بشكل كبير جدا طبعا. ازاي هتعملوا ده بقى؟ طبعا السباقات الشراعيه او اساسا تواجد الزوارق الشراعيه بشكل عام منظر جذاب جدا. احنا موجودين في منطقه اللي موجود فيها نادي يخت القاهره، منطقة حواليها 7 فنادق من يعني أكبر فنادق القاهرة. أنا بدعي وبأصر على هذا الإدعاء أنه هذه المنطقة هي الأجمل في نيل مصر على الإطلاق، فدي منطقة جذب سياحي. وجود هذه النوعية من السباقات بتشد الانتباه. حضرتك كنت تشوف ساعة ما كانت السباقات شغالة الناس كانت واقفة على كوبري الجامعة بتتفرج عليها وبتسأل ده إيه وإيه المنظر ده، لأن الحقيقة كان منظر مبهج يعني. بس يا دكتور خالد عفوا، الفكرة مش بس نحن نروج للسياحة الداخلية، يعني السياحة الداخلية كلنا عارفين قيمة هذا يعني النهر، ولكن أنا بتكلم إن أنت تروج للخارج، حتى الصورة الحلوة ربما تساعد إن هي تروج للسياحة في البلد طبعا. فخارجيا إزاي ده ممكن يتم يعني؟ البطولات دي بيتم مشاركة الأفلام بتاعتها والإعلان عنها مع الاتحاد الدولي، عن طريق الاتحاد المصري للشراء ومع المنظمات الدولية اللي هي بتبقى خاصة بنوعيات القوارب. احنا ان شاء الله ناويين السنة الجاية ننتقل بالبطولة دي الى مرحلة اعلى شوية، مرحلة دولية، وندعو مشاركين من الخارج ان هم يجوا. هي بس ولا حاجة، هي احنا ابتدينا من تحت الصفر، فكان لازم نبتدي. فدي بس الخطوة الاولى يعني. احنا النهاردة نقدر نقول ان احنا عملنا نجاح محلي غير مسبوق في ان احنا نعمل بطولة، اكبر بطولة اتعملت للقوارب الشراعية على نهر النيل في تاريخه، ويمكن أكبر بطولة اتعملت كعدد مراكب في الآخر 5-6 سنين في مصر. فده محليا وصلنا إلى هذه المرحلة. السنة الجاية إن شاء الله هيبقى فيه بقى مشاركين دوليين، واللوجيستكس اللي خاصة بالموضوع ده وإزاي الناس دي تيجي وتشترك وموفر لهم مراكب إلى آخر التفاصيل دي. طب أنا عايز أسأل حضرتك، بحكم رئاستك لنادي يخت القاهرة، يعني ده انطباع شخصي بحضرتك يتأكده يتنفيه، فكرة إن أنشطة هذا الكيان بصفة خاصة نادي اليخت بكل فروعه، هل هي الى حد ما يعني
مقصور على فئة معينة، على النخبة، على الصفوة، اللي احنا بنتكلم على الرياضات من عينة الشراع، من عينة يعني نوع الرياضات نفسها والأجهزة اللي بتستخدم فيها والمعدات بتاعتها، هل هي مش في متناول كل الناس؟ يعني مدى شعبية هذه النشاطات؟ طيب خلينا نفرق ما بين شعبية الرياضة وإنها تبقى في متناول الجميع. في أندية، في نوادي كشافة بتمارس فيها هذه الرياضة، في نوادي كتيرة موجودة في مصر بتمارس فيها هذه الرياضة. في عندنا نادي يخت القاهرة، نادي يخت المعادي، في كشافة القاهرة، كشافة الجيزة، نادي المقاولين العرب، طبعا نادي اسكندرية، طبعا يخت اسكندرية، كشافة اسكندرية. فدي في نوادي كتيرة بتمارس فيها هذه الرياضة. فده من ناحية الأماكن اللي ممكن تمارس فيها الرياضة. لما نيجي نتكلم على تكلفة الممارسة، قد يكون هناك انطباع خاطئ أنه التكلفة مش في مقدرة الجميع. لا، النهاردة لما بتكلم على مركب، المركب بيملكها النادي. زي النهاردة لو جيت تكلفت، بقول مثلا تكلفة ملعب كورة أو تكلفة ملعب سكواش، تكلفته أعلى من تكلفة مركب علشان أعمل ملعب سكواش ولا ملعب تنس ولا ملعب كورة، تكلفة عالية جدا. بس مين اللي بيعمل الكلام ده؟ مش الفريق، مش الافراد اللي بيعمل الكلام ده، الانديه. نفس الكلام في الشراع. هي النهارده يجب على الانديه اللي بتمارس فيها هذه الرياضه انها يبقى عندها قوارب ملكها علشان تقدر تتيح الممارسه لاكبر عدد من الاعضاء، وبتفتح العضويه لاكبر عدد من الناس. اتمنى اني اشوف مثلا رياضه الشراع بتمارس في مراكز الشباب، لو مراكز الشباب تقدر انها تعمل منافذ ليها مائيه سواء في البحر او بس هي مكلفه يا فندم، يعني المراكب دي نفسها مكلفه جدا. والله حضرتك مش يعني مش بالشكل. انا النهارده لو جيت عملت ملعب تنس صح هيتكلف اكتر من كده بكتير، اكتر من 8 مركب. طب المركب بتكلف تقريبا قد ايه؟ مركب الشراع تقريبا المركب بتاعت الناشئين دي في حدود 50000 جنيه مثلا او 60000 جنيه. وهل دي تبقى تكلفه بيتحملها الشخص نفسه؟ لا ولا لا لا بيبقى لا لا لا. فيه بتبقى مملوكه للنادي وبينزل يتمرن عليها عدد كبير من اللاعبين. احنا عندنا في مصر عندنا يعني منوعات بيئيه، هي بحر ابيض متوسط، عندنا بحر احمر، عندنا نهر النيل، مش ناقصنا غير محيط ونبقى قافلنا بالظبط. فبالتالي الى اي درجه يعني مع الاخذ في الاعتبار ان مصر فيها النوع ده من الموارد المائيه او المساحات الكافيه لممارسه هذا النوع من الرياضات، احنا واصلين فين عالميا؟ لا احنا عالميا بعيد قوي قوي بسبب عدم وجود قاعده ممارسه. هو الرياضه بصفه عامه علشان نقدر نرتفع فيها بالمستوى لازم القاعده تبقى كبيره. فاحنا قاعده الممارسه في مصر عايز اقول لحضرتك انها قلت ما زادتش على مدار السنين اللي فاتت لاسباب عديده، منها ما كانش فيه اهتمام كافي من الانديه، كان فيه برضو مفهوم خاطئ انه التكلفه عاليه فلا ما نجيبش الحاجه. فبس النهارده اقدر اقول ان الصوره ابتدت تتغير. النهارده شايفين اهتمام من جميع الانديه اللي بتمارس فيها رياضه الشراع بان هي يبقى عندها مراكب وان هي تنشط الرياضه وتعمل مدارس. النهارده كل انديه الشراع في مصر فيها مدارس للتعليم الرياضي للصغيرين وللكبار، لان هي رياضه مش مقتصره على سن. فابتدى الوضع يتحسن تدريجيا. وضعنا يعني احنا في مصر نجحنا ان احنا نتاهل لاولمبيات لندن في 2012. كان في لاعب من نادي يخت القاهره تاهل للدوره الاولمبيه، في 2 لاعبين تاهلوا لاولمبيات طوكيو اللي هي تاجلت ل 2021. فعلى المستوى القاري في امل في ان احنا يبقى لينا تواجد ولينا تواجد على المستوى الدولي بالتبعيه، ولكن لازم قاعده الممارسه تزيد. قاعده الممارسه مش هتزيد غير بزياده عدد اللاعبين في الانديه في المقام الاول. طيب نروح بقى للقضيه نفسها وهي الحفاظ على مياه النيل. من وجهه نظر حضرتك برضو المبادره دي والتعاون اللي كان موجود، ازاي قدرتوا توصلوا رساله فكره هنا الحفاظ او التوعيه على فكره مياه النيل اللي هي مهدره او ما فيش الثقافه دي لحد دلوقتي؟ خليني اقول لحضرتك مثال بسيط جدا جدا. لحد دلوقتي بنشوف ناس بتغسل عربيات بخراطيم الميه، يعني او ترش الارض بالميه لحد دلوقتي. يمكن ده عمل ناس بعض الناس ممكن تشوف عمل بسيط مش هيأثر، لكن لا هو بيؤثر بشكل كبير، اهدار للمياه بشكل كبير جدا. فخليني اعرف من حضرتك الرساله ازاي برضو ممكن توصل. طيب خلينا نقول انه التوعيه بتتم عن طريق ان احنا بنعرض احد الاستخدامات اللي ممكن انها تبقى موجوده لنهر النيل والمنظر الجميل اللي احنا بنشوفه، وانه بالتبعيه لازم نحافظ على هذا النهر.
الحفاظ عليه يعني هي برضه ما هوش دي الرساله الوحيده اللي بتطلع للتوعيه، هي بتكمل مجموعه من الرسائل اللي بتتبناها وزاره الري للحفاظ على مياه النهر. احنا هنا كنا مهتمين اكتر بنظافه النيل وبالحفاظ على سريانه وبالحفاظ على البيئه اللي هي موجوده فيه. لما الناس بتشوف هذا الكلام وشفنا يمكن في معظم الصحف في البرنامج بتاع حضراتكم هنا، الناس بتشوف هذه الرياضه وبتشوف المنظر ده بتبتدي تحس انه لا، مهم ان احنا نحافظ على النيل، يعني عندنا حاجه حلوه مش عايزين ان احنا نفقدها او نهدرها. احنا سعداء جدا لوجود حضرتك معانا، للاسف احنا محكومين بالفقره دي بفتره زمنيه معينه وصلنا لها، فبنشكر حضرتك على وجودك معانا. شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق باذن الله. شاكر جدا، شكرا. شكرا ليك دكتور طيب، ولو جيتوا بقى تاني هنا هنشوفكم يعني. لو احنا ما بنقدرش نيجي هنا الحقيقه، بس هنا في جنبكم نادي برضه، في ناس بتتمرن هنا بنشوفها انا وكريم. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك، الف شكر. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.